بسم الله، والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. اللهم اجعلنا دعاة سلام ومحبة ووئام، يا حنان يا منان يا هادي. بعد يقول: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تتبع هواه إلى سبي سي باسيون، وانت مش توكل عليه، مش تدافع عنه وتنجيه وتلبي دعوته عند شدائد العظام. مستعيل انت طبيعتك طبيعه المحبوب عندي الاول، عليك صلاتي وسلامي. لا يكون في شخصيتك ونياتك وسلوكياتك شيء يعني أمت بصلة إلى أن تكون ولي ومدافع ومحام لهؤلاء الأنذال أعداء الرحمن بالتمام والكمال. نعاود: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولهذا لا تكون لقوم خائنين وكيلا. مستحيل نبينا عليه الصلاة والسلام ما يكون وكيل إلا من اتبع سنن الرحمن الرحيم، من اتبع سبل السلام يكون من أهل الإسلام، ومن كان من أهل الإسلام فبإذن الرحمن، واللي فعلا يعني له صلة بإذن الرحمن أن يكون مسلما خالصا لله جل جلاله وعما نواله. هؤلاء خيرة الإنس والجن، هؤلاء اللي ربي عظم شأنهم، وهؤلاء الذي قال فيهم ربي اللي كونوا وكان علينا نصر المؤمنين. أخواتنا في اليمن نصر الله فنصرهم الله، نصر أخوانا المجاهدين في اليوم في الطليعة وهم حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله وأحباب المولى، هؤلاء حتما ساعين إلى نيل النصرة والنصر من رب العالمين، ويستحيل باش هؤلاء يطلعوا خاسرين في أي مستوى. ما لا الربح لهم، وهكذا قرر ربنا، لا يضيع أجر المحسنين، لا يخيب المقاتلين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. استدير متنون بون ان كونفرونتون لي سالو دو جون دي تروا تيب دو سيونيسم، سون دي مالورو، سون دي فيفي مونتور، ايل ميريت كون دوا لي زاباتر، كون دوا لي كومون ديريج لي les faire peur, leur faire peur, qu'on paralyse leur action destructrice, leur action qui transforme la réalité en irréalité. Sachez bien que nous savons sur vous plus que vous savez sur nous. وهذا من هداية الله لنا، جعلنا ربي راشدين باش نقضي على من عادوا أمة الرشد والصلاح وتطبيق أوامر الرحمن. سمعنا وأطعنا فعلا، ضد شعاركم سمعنا وعصينا. وشنو رأيكم أنو اللي مش يكون ناصر منصور من لدن الناصر سبحانه وتعالى؟ هل أنتم اللي قلتوا سمعنا وعصينا؟ نوزاو إكوتي سو ميساج ديفا، مي نو بيرسيستون دو نوتر رفو. سمعنا وعصينا، ستادير نو سوم توجور دي زوبيسون بارابور الله. وإحنا دو لوتر كوتي، إن دي أذر سانس و أذر مين، nous sommes des gens qui disent
à toute révélation divine, nous avons bien écouté, nous avons bien compris, et nous allons, comment dirais-je, traduire ce que nous croyons, en ce que nous croyons, en une vérité sur tous les terrains, c'est-à-dire nous sommes des gens soumis à Dieu à 100%, nous sommes des gens qui croient en Dieu vraiment, et nous sommes des gens qui ont les plus hautes qualités parmi les Thakari, c'est-à-dire les deux espèces responsables devant Dieu. والسلام بالتمام والكمال على من سلم أمره للرحمن وآمن به وبيوم البعث بدون شك، وكذلك الترقي بسلم الأخلاق الحميدة اللي هي تليق بنا ولا تليق بكم، نحن ندافع عنها وأنتم تريدون قضاء عليها في ترى من هو المنتصر في كل ميدان، أأنتم المنتصرون أم نحن؟ لكن الله أبى إلا أن يميزنا حين يهبنا نصره المبين، وأنتم تصعقون صعقات ما كانتش في حسبانكم يا أهل الجهل المطبق ويا آل قلة الحياة من الله وما قدر الله حق قدره، وانتظروا نحن من المنتظرين، وسترون على حسابكم ما سيلحقكم من عذاب المولى، ولا يكلمكم الله ولا ينظر إليكم البتة، والسلام على من أكسبه الله إسلاما صحيحا يكون في خدمته في كل الأحيان وكل الأزمان. والسلام.